طيب ناصر تفضل. أيهم أسلم اعتقاد يا شيخ، غسلان أم السيوطي؟ تحتاج تفكير. خلصت كده يعني؟ آه، مع السلامة. الشيخ محمد سعيد غسلان رجل قد نخالفه في مواقف عديدة، لكنه رجل في عقيدته يعرف الله سبحانه وتعالى بإسمائه وصفاته كما يعرفه أهل السنة والجماعة، وفي مسائل الإيمان كذلك جزاه الله خيرا، في مسائل التصوفات كان يميل شوي يعني إلى بعض التصوفات كما قيل عنه، ولكنه بحمد الله تركها، وقيل إنه أساسا يعني لم يكن مع الصوفية سابقا، الله أعلم، ولكن حاليا هو الرجل المنضبط. ما يقول لك إن أبوان النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه؟ ما يقول لك إن الولي من أولياء الله يكون هو في الصلاة وهو في مكان آخر في نفس الوقت، في الجامع وفي مكان آخر في نفس الوقت؟ ما يقول لك إن الأولياء يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقضى؟ ألا يستطيع الإنسان أن ينصف قليلا؟ ألا يستطيع الإنسان أن يقول كلمة حق في خصم من خصومه كالشيخ رسلان؟ أنا أقول لك عندي ظفر الشيخ رسلان يسوى أشعرية الدنيا كلها مع خلافي معه، والله المستعان.